الإجابة على السؤالين. السؤال الأول كان بهل ستفتح محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التجميل والسباب؟ طبعا هذا بيكون حسب ضوابط المستويات في آلية الإشارة الضوئية لمستويات انتشار الفيروس الكورونا. فطبعا بيكون على كل مرحلة لها بعض التفصيل. إذا كنا في المستوى الأخضر وإن شاء الله يكون قريب نوصل إليه، بتفتح محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا للمتطعمين وغير المتطعمين، تكون مفتوحة. إذا كنا في المستوى الأصفر، فتحها بيكون فقط للمتطعمين واللي أكملوا 14 يوم بعد الجرعة الثانية، الأشخاص اللي بيكونوا متعافين من خلال إبراز الشعار اللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي، ولا منهم من دون 12 اللي ما ينطبق عليهم التطعيم في الوقت الحاضر يكونوا بصحبة شخص متعافي أو متطعم. إذا كنا في المستوى البرتقالي، فهذه الخدمات راح تفتح فقط الخدمات التي لا تتطلب نزع الكمام في هذه المحلات، وبيكون فقط للمتطعمين اللي تموا أكثر من 14 يوم بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر ولمنهم ما دون 12 عاماً بصحبة شخص متعافي أو متطعم.